بنت متجوزة في مركز جنبنا، وبعدين هي غضبت 15 يوم غضبانة، ورحنا بعد 15 يوم رحنا اشتكان. اشتكيت على طول كده، وخدت 20 راجل ورحنا جبنا العزال كله جدعة. وبعدين رحت طلقتيه. بعدين احنا دلوقتي جبنا شهود زور ان احنا خدنا بناخدوا العزال، ان احنا ما خدناش العزال وبنطلبوا بالعزال تاني. هايو. وحرمينه ان احنا ما يشوفش عياله. جدعة. ولما جه عندنا يشوف العيال ضربناه. ضربتوه. ايه احنا ضربناه عشان يتجوز. انتوا عملتوا ضربتوه عشان يتجوز ابن كلب حرامي الادب، كفر بالاسلام يا نهار اسود. لا طب سؤالك ايه يا زينبو؟ هل ده حرام بقى انا ظلمت البنت؟ حرامين اثنين واربع حرامات وثمانين حراما بالتمييز يا بيت. حرام مين يا بيت؟ حرامين واربعه يا بيت، تشبعي حرامات. حرام عليكي يا اختي، الواد يشوف عياله.